كجدو ترحاب والتحية الصباحية على كل مستمعين الأوفياء وخاصة لعادل تحقو بنا اللحظة. غادي نمشيو الأولى فقرتنا شهوات للمولاتي اليوم. غادي تشارك معنا المستمعة الوفية جدا عائشة السعيدي. صباح الخير لعائشة. صباح الخير للسنة. كيف صبحتي لاباس عليكم؟ الحمد لله مبروك إن شاء الله. بارك الله فيك. وعودة ميمونة. بارك الله فيك. العيد إن شاء الله. راك هنا ولا في مراكش؟ لا أنا زينة في أخي. إيوا على السلامة. الله يسلمك. على السلامة. الله يطول لنا عمرك. مرحبا لعائشة. الله يبارك فيك. تحية واحد تحية صغيرة عافاك. أييه تفضلي على راسك. تحية كبيرة للا فاطمة الحاجة فاطمة الدودي. أييه كنبارك اليوم العيد من هذا المنبر. وتحية لسميحة وتحية للزبيدة الشافعي وتحية لدجة هرهورة ومحجوبة أم ياسين ولالا حفيظة من مكناس وأنس الفرقاني ونادية من فاس واللائحة طويلة طويلة بزاف. أييه تحية لكل المستمعات. كنبارك اليوم العيد راه تبارك الله خواتاتنا كلهم. الحمد لله الله يبارك فيك. الحمد لله والشكر لله الله يبارك فيك. عندي غادي نبدا لك إن شاء الله بواحد واحد لاطارت. كتجي زوينة. عندنا 200 غرام ديال الفورس. 200 غرام ديال الدقيق الفورس. أييه. عندنا 50 غرام ديال بودرة اللوز. 50 غرام ديال بودرة اللوز. 100 غرام ديال السكر سنيدة. 100 غرام ديال السنيدة. عندنا 100 غرام ديال الزبدة. 100 غرام ديال الزبدة رطبة. أييه. عندنا واحد صاشي ديال فاني. واحد فاني. وشوية الملحة. شوية الملح. وخميرة الحلوة. خمارة وحدة. أييه. ديال الحلوة. أييه صافي كناخذوا داك المقادير كنعرفوا كيف الفورس وكنحطوا الملحة والزبدة وحنا كنت كنصيبوا هاد لاباط صافي. العجين ديال لاطارت. أييه. صافي وكنديروا في المول. ديالنا. نلبسوا في المول. أييه. أييه وكندخلوا الثلاجة تدير واحد الساعة في الثلاجة. صافي تنصايبوا لا غارنيتور ديالو. عندنا 6 تفاحات تنديرهم كارويات. عندنا 2 بيضات. عندنا 100 غرام سنيده. عندنا 60 غرام ديال اللوز بودره. و100 غرام ديال الكريم فريش او حق ديال الكريم فريش. وفاني. ونضربوا اييه كنضربوا على البيض مع السكر. قلتي لنا 6 تفاحات مع 2 بيضات مع 100 غرام سنيده مع 60 غرام ديال بودرة اللوز وتقريبا علبة ديال القشدة الطرية ولا 100 ياك؟ لا 200 غرام. 200 غرام ديال القشدة الطرية وواحد فاني. ان شاء الله. صافي حنا كنجمعوا هذاك كنشدوا التفاح كنحطوه فوق من فوق من فوق من لاطارت وكندوزوا نطربوا ذاك البيض. مع كنطربوا كاع المقادير. مقادير اييه. وكنخويها فوق داك التفاح. التفاح نقطعوا هلاليات. لا ماشي هلاليات. مربعات. مربعات واخا. صافي ملي كندخلها للفران كطيب وكتخرج كنخوي على كريم كراميل. اييه من الفوق. انا انا كندير هذاك الكريم برسالي ولا الكريم كراميل اللي موجود في الطريق نديرو بلا ما يبقى يكلف على راسو. ان شاء الله. يعطيك الصحة هذا سهلة واكيد تجي جديدة. زوينة كتجي بنينة. عندي واحد الطرطة هي تجي زوينة. أييه. عندنا 5 البيضات صغير الأصفر بوحدهم هو الأول. أييه. ناخذوا 10 المعالق سنيدة. 10 المعالق ديال الطحين. 2 خمارات. 2 فاني. 2 حامضات معصورين. والزيت ديالهم داك القشرة ديالهم. 12 معلقة ديال الزيت. صافي تنخلطوا كلشي المقادير اللي عندنا. واخا غادي نعاود إلا سمحتي. قلتي لنا عيب شوية عليك. قلتي لنا 5 ديال صفار د البيض. أييه. وعشرة د المعالق كبار ديال السنيدة. وعشرة د المعالق كبار ديال الطحين. وجوج خمارات ديال الحلوة. وجوج فاني. وجوج عصير ديال الحامضات. والقشور ديالهم. إيه. وقلتي لنا 12 معلقة ديال الزيت. إيه. احنا خلطنا هاد المقادير كلها. إيه. وعاد كنزيدو دوك 5 المعالق ديال دوك 5 الصفر بيض تاهما كنطلعو بحال الثلج. إيه. كندخلو شوية بشوية وسط منهم. صافي حنا دخلنا الطيب راه كتجي بحال الجينواز. إيه واخا. تنشدو على لا داك كنديرو كريم باتيسيغ من السن بالحامض. كنديرو ملي كنطربو صافي كنطيبو داك الكريم راه تبارك الله. اييه كريم باتيسيغ. صافي حنا كنديروه من الفوق تندهنو كاع الجوانب وكلشي. دهنو ديك لاجينواز كلها من الجناب ومن الوسط. اييه بهاد الكريمه ديال كريم باتيسيغ بالنكهه ديال الحامض نسمى ديال الحامض. صافي تنشدو الشوكولا كنديرو في داك جيب الحلواني اولا شي سورانك ولا كنشرطوها مزيان من الفوق بحال على شكل ملفي وكنجروها هكا وكنجيو حتى الجناب كنلصقوا فيها هذاك سميت اللوزي فيليه ولا اللي عندنا الكركاع ولا اللي بغينا توكا ولا اللي كاين راه كتجي زوينه كتجي بحال الجينواز. تبارك الله عليك. هادو دي تاخت ساهلين وبساط في المقادير ديالهم. عندي تشيز كيك بالكريمه تا هو كيجي زوين. تفضلي. انا جوج باكيات بسكوي ديال الكوك مطحون ومغربل كنديروا فيها لالا 120 غرام ديال الزبده حتى كيتجمع لينا.
وكندهنوا المول بالزبده وكنبسطوا هذاك العجين اللي عندنا عجين البسكويت. صافي كندخل واحد شويه في الثلاجه حتى يقبض راسو، تندوزو نصايبو ليه الكريمه، الكريمه هي بعض البيضات تنطربوه مزيان وكنزيدو عليهم 100 غرام الجبن بيض، داك اما داك الحك ديال الجبن راه معروف، ربعه الفرماجات من 30 و 4 مربعين، 100 غرام ديال الكريم فريش، 100 غرام ديال السنيده، كاس ديال الحليب. صافي تنطحنوا كلشي في خلاط كهربائي مزيان حتى كيتخلطوا لينا، كنخرجوا الكيك من الثلاجه كنديروا نخوي عليه هذا الخليط ديالو، هذا الخليط اللي صوبناه كنردوه للفران 25 دقيقه حتى كيتجمع مزيان، كتجمع ديك الكريمه كتولي شاده في راسها، كنخرجوها حتى هي اللي بغى يغبرها شويه بهذاك الشوكولات الحلو كنغبرها كتغبريها هكا في الشوكولات وكدير فيها شويه ولا كوليت فخيز ولا اللي كاين كيجي مزيان. انت حره في هذا كيجي زوين داكشي تبارك الله وبالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. شكرك بزاف على هاد لي طاخت اللي قدمتي لنا اليوم. الله يطول لنا عمرك وان شاء الله المزيد من التعلم. اكيد ان شاء الله. وكنسلم بزاف على سعيدة أم المهدي تاهي من مراكش. اييه سعيدة شينبو كنوجه لها تحية كبيرة بزاف. احتفالنا بالحلويات. منى من راشدية ونادية من سارونا انت هما. تحية لكل المستمعات. وتحية بزاف الوفاء فايز فون دامر صابر. بارك الله فيك. تحية لهم بزاف كبيرة. مرحبا بك. الله يعاونك. شكرا لك بزاف عائشة السعيدي. مشكورة جدا على هاد الاقتراحات اللي قدمتي لنا.